السلام عليكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم وحيثما تواجدتم. مقدمة اليوم سنخصصها للحديث عن إقصاء شباب الوزداد. مستحيل أنه هذا الإقصاء يمر مرور الكرام. إقصاء مفاجئ نعم، ودوك نقول لكم علاه مفاجئ، وفي نفس الوقت هو إقصاء مر، وكيف كيف راح نشرح لكم علاه. أولا، شباب الوزداد شارك للمرة الرابعة على التوالي في منافسة رابطة أبطال إفريقيا، وتأهل إلى ثلاث مرات تواليا كأول نادي جزائري إلى ربع النهائي. الأمر اللي خلاه يكتسب الخبرة، تجربة وشخصية على المستوى الإفريقي، ما يعني أن الإقصاء من دور المجموعات بحد ذاته هو مفاجأة، لأنه شباب الوزداد كان مرشح على الأقل للتأهل كثاني المجموعة بالنظر إلى مستوى المنافسين. شكون يتحمل المسؤولية؟ هذا الأمر اللي يهم الجميع. شخصيا نقول لكم أن الجميع يتحمل المسؤولية، من إدارة، طاقم فني، لاعبين، وحتى الجماهير، لكن كل واحد فيهم من هادو عنده نسبة معينة من المسؤولية. نبدأ أولا بإدارة الفريق اللي دارت استقدامات في الصيف وحتى في الشتاء، منها شعبوية، منها عشوائية، ومنها كانت صائبة، رغم أن الرئيس قام بمجهودات في الصيف وفي الشتاء، هذا لابد أن نذكره، لكن هذه المجهودات لم تكن كافية للأسف. لكن هل من المعقول فريق فاز بأربع بطولات محترفة على التوالي ما عندوش لجنة استقدامات متكونة من كفاءات، إطارات في المانجمنت، في الماركتينج، في الاتصالات، تكون عندها شبكة اتصالات قوية؟ من هنا بدأ خطأ الرئيس، هو من يتفاوض، هو من يتصل، هو من يقترح، هو من يقدم العرض، هو من يفعل كل شيء، بمعية مناجرين اثنين فقط، وهذا الخطأ الذي وقع فيه الرئيس. الأمر الذي شكل عليه ضغط يعني بدأت تتلفلو، لأنه وجد نفسه وحيدا. الصراحة تقال أنك تكون رئيس وتسير فريق بحجم شباب الوزداد اللي هو كبير وأصبح أكبر الآن، مستحيل أنه شخص واحد يسير كل شيء. هل الفريق كي كان يتفاوض مع اللاعبين كان محدد الأهداف دياله اللي يلعب عليها، ومنها اللاعبين اللي راح يجيبهم يكونوا وفق الأهداف؟ منطقيا الهدف هو الحفاظ على لقب البطولة كأس الجمهورية ولعب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، حتى الفريق يبقى دائما مع 8 إلى 10 الفرق من الأندية الإفريقية القوية. لذلك كان عليه أن يعزز صفوفه بلاعبين متميزين في مختلف المناصب، من بين المناصب الضعيفة لشباب الوزداد هي الهجوم، ويكونوا لاعبين من المستوى العالي، الطراز العالي، بما أن الشركة المالكة تعتبر شركة رائدة خاصة من الجانب المالي. إذن هذا الأمر لن يكون عائقا باستقدام مهاجم من الطراز العالي، إلا إذا أن الشركة المالكة حددت لمجلس الإدارة الأجر الشهرية، هذاك كلام آخر، وإذا تبت فهذا خطير، يعني يكون توقفه ضد أهداف النادي. لكن الإدارة جابت لاعبين على سبيل المثال مبولحي، هل قدم الإضافة المنتظرة منه رغم أننا الجميع استبشر خير في قدومه للبطولة الوطنية، قلنا سيرفع من المستوى هو وعدلان قديورة؟ هل عدلان قديورة كان يستحق هذه الفرصة، أم شبان شباب الوزداد في أقل من 19 سنة وفي فئة الرديف؟ هناك لاعبين في وسط الميدان في المستوى يحتاجون الثقة، ولن نسق المباريات فقط، سيقدمون لك أكثر ما يقدمه عدلان قديورة. اللاعب بوتمان ماذا قدم إلى حد الآن؟ المهاجم زروقي اللي استقدم من فريق نادي بارادو، ماذا فعل في الهجوم؟ تقول لي أنت ما عطاولوش الفرصة، لكن هل أثبت عن نفسه حتى في الرديف؟ ساماكي وجالو
على أي أساس تم استخدامهم إلى نادي شباب الوزداد؟ ماذا قدموا في نواديهم قبل أن يأتوا إلى شباب الوزداد؟ لماذا تسرح بوشار في الصيف تسمح له بالمغادرة وتسترجعه في الشتاء؟ كيف تترك زكريا دراوي أحد ركائز الفريق وأحد أفضل لاعبي البطولة يغادر لقضاء العطلة الصيفية دون التجديد له؟ لماذا تقوم بإعارة ميريزاق وأنت لا تمتلك بديل في المستوى وعندك استحقاقات، عندك أهداف، عندك نظرة خاصة على المستوى الإفريقي؟ كيف تستخدم ظهير أيسر مصاب من فريقه وهو الآن يخلص وما يلعبش؟ فمن هو المستفيد؟ ومن هنا نستنتج أن كل هذه الأمور، أن هيكل الفريق الكونفرتيبرال تاع النادي ذهبت كليا، وهو ما أثر على طريق تحقيق أهداف الفريق. فشلت في تحقيق أهداف الفريق، أو لم توفق، أو لم تكن لديك بعض الظروف، أو لم تساعدك بعض الظروف، غادر بشكل عادي، وهو شكل من أشكال حب الفريق، لأن الجميع يعلم أنه الرئيس الحالي لفريق شباب الوزداد هو مناصر متعصب ووفي لشباب الوزداد، ليس منذ الآن، منذ مدة طويلة، والجميع يعلم أنه مناصر وفي، وهذا لا ينكره ناكر، هو مناصر وفي، لكن كرئيس لم يوفق، وهذا شيء عادي، رغم أنه قام بمجهودات، رغم أنه ضحى بوقته وفي بعض الأحيان حتى بصحته، لكنه لم يوفق، أو أن الظروف لم تتماشى معه، أو أن اختياراته كما قلنا لم تكن في محلها لعدة أمور التي ذكرناها. لذلك لابد من فريق مثل شباب الوزداد الذي كما قلنا هو كبير وأصبح أكبر، لابد أن تكون لديه إدارة كبيرة. ماذا بينا نشوفوا شباب الوزداد كما الأهلي المصري في الإدارة، بإدارة موسعة تكون حسب قيمة ومكانة النادي حاليا. ماذا بينا نشوفوا كفاءات وإطارات في مجال المانجمنت والتسويق، ليس بالضرورة يكونوا لاعبين سابقين، يشاركون في الرأي، تكون عندهم علاقات اتصالات مع المكاتب الكبيرة لتحويل لاعبين، مع مناجر معتمدين ومعروفين بالأسماء اللي عندهم، وليس عيبا في الاستنتاج في عفوا استنتاج بكفاءات أجنبية نتعلم منها لما لا، لأن شباب الوزداد حاليا يحتاج
إلى مدير رياضي، والمدير الرياضي لابد له من فريق عمل، يحتاج إلى منسق بين اللاعبين والإدارة، يحتاج إلى مسيرين يقفون في الميدان، ويعني الرئيس وحده مستحيل يدير كل شيء وحده، مستحيل. هل مثلا شاهدتم أنتم رئيس ريال مدريد أو رئيس النادي الأهلي أو يعني يروح إلا وقت قبل المباريات أو في المباريات المهمة أو في الأوقات الحرجة، لكن هناك بقية طاقم العمل هو اللي يعمل. شباب الوزاد فريق جزائري كبير بتاريخه وماضيه ولاعبيه ومسيريه وجماهيره، نريد وماذا بينا أنه يكون في واجهة الكرة الجزائرية إفريقيا، مثل شبيبة القبائل، مثل وفاق سطيف، مثل اتحاد الحاصمة، حاليًا يكتسب شخصية قوية على المستوى الإفريقي. لذلك إن تكلمنا الآن فهذا من باب الغيرة على فريق يمثل ألوان العلم الجزائري. نتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت للمسؤولين والقائمين على نادي شباب الوزاد. السلام عليكم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.